هذا موضوع راه يمس عدد كبير من الناس. الكولون يعودون ويسترجعون في املاكهم. دكتور بينيني في هذاك الوقت عطى لاجيرونس بعد الديبوندونس هذا وليد عمير عطى الديبوندونس عطى لاجيرونس شخص جزائري لينا نكملوا هكاك نخلصوا حنا لي شارج. خلاصة حتى لا نطيل لأن الصوت مش جيد، أن هذه العائلات 30 عائلة في حسين داي في قلب العاصمة، جاهم واحد قال لهم هذا المبنى ليا خاطرش أنا اللي ورثته، والله أنا اللي خذيت لاجيرونس من عند الكولون اللي كان تاع عنده، وما الناس ساكنين من 57، وهذا الآن يحب يخرجهم، وفيه قرارات صدرت من عند هذا القضاء الفاسد باش يطردون، بمعنى أنه واحد جاب من عند اللي كانوا يستعمروا البلاد الكولون، عطالوا ورقة باللي هذاك المبنى أنت تقدر يولي نتاعك أنتايا. بأي حق؟ بأي حق؟ وهذه راهي صرات في عدة مدن، صرات في عنابة، صرات في وهران، صرات في قسنطينة، في عدة مدن يجوا يا إما كولون يا إما جزائريين على أساس أنهم شراوا هذا المباني من عند الكولون، وخلاص وش الكولون استعمروا البلاد واحتلوها 132 سنة ونهبوها، وخروجهم بالطريقة اللي خرجوا بها ما يعطيهمش الحق أن تبقى لهم هذه المباني. فما بالك أن يجي بعد 50 سنة 60 سنة يطالب الجزائريين اللي ساكنين فيها يقول لهم هذه الأرض نتاعي، أو يعطيها لواحد جزائري يقول له روح خرجهم وجيب لي هذا. هذه الأحكام باطلة ويجب أن تكون باطلة، وأي قاضي يحكم للكولون أو لممثل الكولون من الجزائريين ويطرد جزائريين من شققهم أو من أراضيهم أو من مناطق فلاحية نتاعهم هذا قاضي مجرم. هذا كيف احتلوا البلاد 132 سنة، قتلوا الناس، دمروا البلاد إلى آخره، ويجوا يخرجوا الجزائر من وطنهم الآن من شققهم من أملاكهم. هذه الأملاك يجب أن تعود لساكنيها مباشرة، أو تكون في حكم ملك الشعب الخزينة العامة. كيفاه انتوما أخذيتوا يعني كبار المجرمين أغلبيتهم خذيتوا فيلات بالدينار الرمزي في حيدرة وفي بن عكنون اللي كانوا تاع الكولون، ثم تاخذوا الأمور بالدينار الرمزي وتجوا بعد 60 سنة تقولوا راح نحتفلوا بالاستقلال بعد 60 سنة، تخرجوا ناس الآن وفي السنوات الأخيرة هذه عشرات الأسر طردت من سكناتها لأن كانوا قضاة مجرمين متواطئين ونظام حكم متواطئ مع الكولون أو مع ممثلي الكولون من الجزائريين. هذه ما لازمش يقبلوا بها، وأي جزائري يشوف هذا لازم يتضامن مع هؤلاء، وأي قاضي يحكم ضد هؤلاء هذا قاضي مجرم، هذا يجب أن يسجن. تطرد الجزائريين باش ترجعها إلى ملكية الكولون، وروح أجبدوا الشهداء خرجوا من الأقبار ومن القبور وحكموا عليهم لأنهم خرجوا فرنسا والكولون تاعها من البلاد.